احنا اتكلمنا وقلنا وراهنا كان صعود النادي الاهلي كان من المباراه اللي كانت في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جمهور النادي الاهلي اللي كان مال استاد القاهره اللي كان ليه مفعول السحر. زي ما قلت لحضراتكم دايما لما بنراهن على جمهور النادي الاهلي دايما بيكون رهاننا مظبوط، علشان كده صعود النادي الاهلي كانت البدايه من هنا من استاد القاهره. احب اوجه الشكر للاعبي النادي الاهلي. عايز مخرجنا مجدي يعرض لي الصورة اللي كانت موجودة في برج العرب السنة اللي فاتت، والصورة دي كانت من 11 شهر لما النادي الأهلي فاز زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. الصورة دي كانت بالظبط من حوالي 11 شهر، كان المباراة الثانية في استاد برج العرب، مباراة الأهلي صن داونز. النادي الأهلي فاز فيها 1-0 بعد ما اتغلبنا هناك بنتيجة 5. اللي واقف في الدايرة أو متجمع حوالين اللعيبة كان كابتن الفريق حسام عاشور. كل اللعيبه هي اللي موجوده السنه دي، ياسر ابراهيم، الشناوي، مروان محسن، علي معلول، كل شريف اكرامي، رامي ربيعه، كل الناس اللي شاركت وكانت موجوده في مباراه امبارح النادي الاهلي اتعادل فيها، وايضا كان في المباراه الاولى اللي كان في استاد القاهره اللي فاز فيها النادي الاهلي 2-0. جمهور النادي الاهلي ساند اللعيبه برغم انك انت خسران وخرجت من البطوله، لكن هو ده معدن جمهور النادي الاهلي، زي ما احنا بنقول على الحلوه وعلى المره. وقف وفضل يساند فريقه حوالي 11 شهر، زي ما قلت لحضراتكم اللقطه دي من 11 شهر، لعيبه النادي الاهلي عهدت جمهورها وقالوا ان شاء الله هنرد اعتبارنا، اعتبار اللعيبه اولا، لان النادي الاهلي كبير جدا، مليان بالبطولات. التاريخ لما يتذكر هيتذكر اللعيبه دي، هيتذكر الجيل ده، فعلشان كده انا بشكر اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي واحد واحد، كانوا عند قدر المسؤوليه، تحملوا المسؤوليه. تركيزهم الشديد من أول البطولة الأفريقية كان فيها محطات صعبة، مباراة الهلال هناك في السودان كانت مباراة صعبة، كانوا موجودين وظهروا في الميعاد وتحملوا المسؤولية. أيضا ماتشين صن داونز كانوا برضو في الميعاد وتحملوا المسؤولية، علشان كده أنا بوجه الشكر للاعبي النادي الأهلي اللي كانوا عن قدر المسؤولية. أيضا ريني فايلر ما شاء الله اللي دايما أو مع كل مباراة بيكتسب خبرات أكبر وأكبر، بنشوفه مع كل مباراة أفريقية خاصة المباريات اللي خارج مصر، بيلعب بالتشكيل المناسب، بيلعب بالطريقة المناسبة، بيوظف اللعيبة بطريقة مناسبة، وشفناه امبارح في مباراة صن داونز ما شاء الله أدار المباراة بكفاءة عالية جدا. وبالمناسبة كان النادي الأهلي كمان ممكن يحقق فوز امبارح كبير على صن داونز في ملعبه. الإيجابيات الكبيرة اللي ظهرت كمان في مباراة الأهلي وصن داونز برغم إن احنا صعدنا، لكن دكة البدلاء والناس اللي خارج بره ال 18. امبارح لقطة حلوة جدا لما تشوف أول المهنئين لريني فايلر أحمد الشيخ اللي بره ال 18، اللي بره قايمة تشكيل النادي الأهلي، وهو نازل بسرعة علشان يحتفل مع الجهاز الفني ومع اللعيبة. لما النادي الأهلي بيحرز هدف امبارح ونلاقي الجهاز الفني كله بيحضن بعض وكله بيسلم على بعض وكلهم بيحتفلوا، لما نشوف وليد سليمان وهو احد كبات النادي الاهلي ما بيشاركش في المباراه فرحته وبعد المباراه بيروح يحتفل مع الجمهور، هي دي الروح، هو ده النادي الاهلي، هي دي سر البطولات اللي على مدار التاريخ دايما النادي الاهلي بيحققها، روح الجماعيه. في النادي الاهلي مفيش نجم، دايما النجم هو النادي الاهلي، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني قادرين على انهم ان شاء الله يحققوا البطوله ويسعدوا كل جمهور النادي الاهلي.